أنت أخبرتني منذ قليل بأن فرقة الميمونة بمسعد لها صدى ثقافي كبير خارج البلاد. صدى كبير جدا للمستوى الوطني، وأولا وقبل كل شيء ليس في النشاط فقط، وإنما في الثقافة، في الأخلاق، في التربية. وهذا ما نلاحظه كله، أنا عملت كلجنة تحكيم في طبلات، لاحظت أن الأفراد من الفرقة يعني يتميزون بأخلاق عالية ما شاء الله، وهذا لا دليل على أن العمل متواصل مع الفرقة المؤطرة لهذا الاجتماع.